السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في كان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في حد ولاد عبدون بخريبكا، وني ما عرفتش خريبكا كاينه في المملكه المغربيه، هاد الخيرات تاع البصله القدبان او كل واش تنوريو على الحبابنا شيوات كيما تيكونوا عند الحباب تاعنا في المكان. هاد البصله غدا ان شاء الله تكون خاصه تاعي بالعيد الكبير، العيد الاضحى المبارك السعيد. كي تشوفوا معنا تبارك الله هاد الخيرات تاع البصله موجوده هنايا. همونا تقول درهم ونص 30 ريال الكيلو. كل بلدية كي هادية بحال بلدية بحال هادي بلدية. وعلاش البلدية رقيقة؟ البلدية رقيقة حيت ما كيسقيوهاش ديال البورد تاع البور. تبارك الله كيما تشوفوا معنا هذه كرك تاع البور تاع البور غير بلا ما بلا الا الشتاء الرحمه تاع الله عز وجل. وهاد الخيرات هاد البصله تتسقى كي تشوفوا معنا احبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، اهلا وسهلا بكم جميعا. هاد الخيرات تاع البصله في ولاد عبدون بخريبكا دايره درهم وابو البصله خلاها ومشى غير هز وسير. شحال بيتك؟ كما تنقولوا لحبابنا هاد الكميات هي تاع البصله موجوده هنايا في ولاد عبدون بخريبكا، ما تداش درهم ونص 30 ريال 150 فرنك باش كاينه هنايا. شحال بيتو البصل؟ 50 80 60. لا اسمح لي البصله ما تعداش 80 فرنك 100 فرنك تدبير. شحال؟ اشنو هنا؟ كما تشوفوا معنا نحيوا احبابنا عيالات رجاله اولاد بنات الخيرات والرجاليه المغربيه والناس اللي في المدن الكبرى في المملكه المغربيه، وكلنا كانوا احبابنا مشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان. اي شحال خدتوها هادي؟ هادي خدينا ب 30 ريال والخوف من الله والرزاق الله. تبيع في الاخرى مولات الورقه ب 30؟ لا هذيك ديال الفقيه بن صالح. لا هذه ديال من يخلف. هذه الصفرة، الصفرة تيبيعوا فيها ب 30؟ الصفرة النحاسية ديال ولاد حريز كدير 50 ريال. ياك؟ اه. هذاك راهو فيه راه. هذيك عيانة. هذه ديال الفقيه بن صالح. الله ورد ديال الفقيه بن صالح هذيك الحميرة عرفتها؟ سميرة عيانة. والبلدية؟ الفقيه بن صالح غالية. كيدير البلدية؟ بلدية من 50 حتى 40. 30 ريال باش يبيع فيها واحد ولي رقيقة. رقيقة. 40. هاد البصلة الشبدة كاينة هنا في ولاد عبدون بخريبكا، كي تشوفوا معنا احبابنا فين ما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن، هذا الزيتون مرجان يحييكم. اقول لك هاد البصلة بشحال تبيع فيها؟ 30 ريال. 30 ريال؟ وصاحبي شحال خدتوها الله يرضيك؟ اه 22. 30 ريال. قداش؟ والدنيا هس بخير ماشي طلع حظك. لا 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 الله يا ودي الله يا ودي. هاد صديق تاعنا عند البصله في ولاد عبدون بخريبكا 150 فرنك
30 ريال زعما ما غترقش لينا من 150 فرنك لا والو غنحاولوا ان شاء الله تزيد عادي طالع شحال زعما 40 ريال اللي غتحبسها انا بشحال خدتوها الصراحه معقول ما عارفك ما غتكذبش عليك من بلاصه واللي واخذينا من هنا 22 24. هذا الرجل راه راجل مخير كما تشوفوا معنا وعطانا ثمن معقول اللي كاين في السوق شاري من هنا شاري ب 25 26 شارينا ب 22 الناس واخده ب 24 ها 24 ياك كي تشوفوا معنا هذه منين هذه البصله؟ ب 20000 منين هذه البصله؟ من سوق السبت تبارك الله من جمعه بن مسنطح ها اخويا جمعه من؟ بن مسنطح بن مسنطح الورقة ما كايناش كي الاخرى وديك حسبة كثيرة هذه مرقة ورقة كاسرة توصل على حسابي اقول لي اه واخويا خمسة 150 كيفاش وليتي تبغيني ولا كيفاش؟ تتشاهد وتصور الله يحفظك الله يحفظك كما هذا الصديق تاعنا في ولاد عبدون بقريبكا ضرافات وراجل مخير وتخدم غير البصله خاص بالبصله خاص بالبصله ياك ما عندي شحال البصله يا خويا لسلكاتك ان شاء الله يعاونك ها يا ولدي اختي شحال البصله 30 ريال باش يدي الناس درهم ونص 30 ريال 150 فرنك باش يبيع هذا الراجل هنايا في ولاد عبدون بخريب قاتل تشوفوا معنا يجي عندنا يجي مرحبا به فين غتكون؟ الشعبة ديال حطها ان شاء الله فين هاد الشعبة؟ فين جيت هاد الشعبة؟ تاع الشعبة بنوار فاسيس فاسيس خريب قاتل بالذات فعلا بخريب قاتل هذا الرجل راح مخير ماشي ودرواش ودرواش وكي تشوفوا معنا مصواب ودرواش كي تشوفوا معنا راجل درويش صاحب دراويش صاحب مواطن من هنا ديرنا نتم اعوذ بالله على حسابك هذاك ما بقيت تصوري لا والو درواش 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 باش هذاك ما بقيت تصوري لا والو ياك لا والو هو كيجيبش مليح ياك انا كيجيب مليح اه فعلا عندك بس كيجيب على العيا فوقك كذاك وتقيد كذاك وتقيد وكيجيب عندي عيني 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 واش هذا اللي دابا العظيم اللي بقى حنا قلت لك كارك ديما انت تطحنا كعصا ولا انا كنجيب المليح هو كيجيب على العيا ياك كيجيب على العيا احداك العيالات اقول قولت ياك على حساب ابو البصله مع ابو البصله تيتعايروا والناس ضربات ياك هذاك داعق هذاك يجيب العيا هذاك ما تديش عليه هذا كيجي يتعامل معاه كيجمع لي يديشي والله الا كيجيب لي داك هذا كيجمع لي يديشي ياك هذا هو خريدي لا لا والله الا كيبيع لي كيدفع لي يديشي كيعطيني وبشحال دابا بشحال تبيع دابا بشحال 35 وانا ديال بصح وهذاك تبيع ب 30 وعندو العيا عندو مني عندك شهاده لله واش تشوف هاد الناس كلهم ملاح كلهم ناس طيبين كلهم تضحكوا معنا وصحاب وجيران واللي تنضحكوا يا ربي سهل عليهم كي تشوفوا معنا احبابنا فين ما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن 35 واني مليحه اقول لي كل حزمه كي بحال بحال بصلة طيبه فيها لا ورقه لا والو تبارك الله مليحه هذا الراجل هذا ديال نص العربي كامل عندي شي تبارك الله تبارك هذا راه زياده وخلق راه ديما معاه ياك كي هاد الحزم قال لك 35 كما تشوف معنا وكاينه هذيك حتى هي ب 35 ثمن واحد خاصين بالبصله هاد جوج ناس خاصين بالبصله في ولاد عبدون بخريبكا احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا ما ديرش زعما درهم ونص ولا درهم ونص ساعات في المرسي في المرشي اه وتسوسوا السلعه كي دايره لا وسامحني غادي ناخذ عندك الصراحه ولا خويا
البرجي صراحة مش حر واخد فيه الهجم. بس لدينا 23-24 على 12. صافي برافو لك. لا والمليح ما زال معي درهم كاملة مضروبة كاملة زرقاء. المليح 23-24. هاد الشيء اللي عطانا المعلومات هاد الراجل يا ربي سهل عليه يا ربي. كما قال هاد الصديق تاعنا قال لك دايره 22-23-24 شي حاجة ماركة مزيانة لأحبابته هنا في المكان.